الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالي النهاردة بعنوان ما يجب على المربي نحو فطام أرانب. طبعا من أهم الحاجات وقت الفطام إن الفطام اللي هتنقله لعيون الفطام ما يزيدش عدد الأفراد عن 4 في كل عين. افرض إن عندك 9 أو 10، قسمهم 3 في كل عين، لكن أكتر من 4 طبعا مش للمصلحة. دي نمرة 1. نمرة 2، حاول بقدر الإمكان انك تراعي فرق الاواطيع في المعلفه بتاعت النتاج. معظم البطاريات اللي بتتباع في السوق الاواطيع بتاعتها واسعه، المفروض الاواطيع كل قطعين يبقوا يسمحوا بدخول راس الارنب فقط، مش دخول جسمه، دخول راس الارنب فقط. فطبعا يعني دي حاجة هي مش سهلة قوي ان الواحد المربي يعملها بايده، فممكن بيروح لورشة من ورش انتاج البطاريات ويطلب منه كمية من القطيع دي بالفلوس وياخدها هو يركبها ويظبط نفسه ويركبها بنفسه عشان يقضي على المشكلة او يواجه المشكلة دي بتاع اتساع القطيع في ملف النتاج. طيب اتكلمنا عن القواطيع واتكلمنا عن العدد، طب نتكلم بقى عن الاحجام بتاعت المفطومين. افرض ان المفطومين دول فيهم ارانب اصغر حجما من اخواتها، طيب دي هتعمل ايه؟ هتشرب ازاي دي؟ فطبعا هنا لو في ارانب صغيرة بتضطر انك تضيف معلفة فخار حطها مقلوبة تحت البزازة او الحلمة بتاعت الشرب. ليه؟ الارانب اللي هي حجمها مناسب حطول البزازة، وهي بالطول البزازة الصغير عاوز يعمل زيها، اللي هو اصغر حجما عاوز يشرب زيها، فمش طايل، فبيطلع فوق ظهر المعلفة الفخار وتسمح له بانه يطول البزازة ويشرب منها. بالنسبة لتزويد مية الشرب قلناها بالطريقة دي، وفي طريقة تانية بس انا مفضلهاش، انك تزود لو افرض ان المجموعة كلها صغيرة فبتزود معلفة فخار فتحة صغيرة في ارضية البتاع، ولو انها هي مش من مصلحة، لان لازم الارنب يتعود على طريقة البزازات. ولو انت عودته من الصغر على انه يشرب من الفخار هيبقى صعب شوية انه يتعلم يشرب من البزازة. ده بالنسبة للشرب. بالنسبة بقى لمواجهة مشوار حياته المفطوم، هو كان متعود على الرضاعة واتنقل من الرضاعة في حكاية الفطام دي، اتنقل من الرضاعة لحكاية العلف، والعلف ده بيبقى حامي شوية وهو جهازه الهضمي غير مهيئ لهضم العلف، فبنديله كميات البسيطة وبنحط له في المية دواء اسمه كوليبريم. كوليبريم ده بنحطه بواقع مثلا 3 سنتي على 10 لتر المية. بنحط الدواء ده لمدة مثلا حوالي 15 يوم متصل، وبعد ال 15 يوم بنبدأ نوقف الدواء ده. الدواء ده بنحطه ليه؟ عشان يساعد معاه في مواجهة أي احتمالات مرضية، احتمالات مثلا تيارات هواء المربي ما خدش باله منها جاية على الأرانب، أو احتمالات مثلا
اسهالات او انتفاخات او كلام زي كده، يعني بيبقى ايه يساعده شويه في مواجهه الحاجه دي. ده بالنسبه اللي هيعمله المربي لفطام. والى لقاء قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.